طبيعيه. طيب اشوف يا استاذ منار، يعني برايك تعتقد انه مطالب انهاء الفساد يعد سقف عالي على مطالب المتظاهرين؟ لا جد، مو اكيد مو عالي حقيقه. اللي ادوه المتظاهرين خلال الفتره هذا شيء يسجل للتاريخ حقيقه. الانجازات اللي قاموها، لا ننكر المجموعه الانجازات اللي صارت، اللي قد تكون لا تصل الى مستوى الطموح، ولكن فتح الملفات، محاولة كافة جهات إيجاد الحلول. الحقيقة موضوع الفساد هي ليس في وجود الفساد الفاسدين بقدر ما هي مشكلة في سيستم أو منظومة الدولة اللي توفر الفاسدين المجال للعمل بحرية. مثل ما ذكرت الدكتورة حاليا أنه إحنا هذا من هو الفاسد ومين دي يجي الفساد، هذا سبب ضعف النظام الإداري اللي موجود، اللي سمح للفساد انه يستشري. طبعا هذا الجانب السياسي ادى دور كبير في انه وفر بيئه صالحه للفساد من خلال القوانين اللي مستخدمه. فكان الدور شو قوانين برايك هي اللي ساعدت على الفساد؟ طبعا اكيد اكيد، عمليه تحويل الدوله من نظام اشتراكي بحت الى نظام اقتصادي سريع بدون دراسه جديه وحثيثه ادى الى ما وصلنا اليه اليوم. احنا العراق كان في وضع اقتصادي، في نظام اقتصادي اجى بعد 2003 تحول العراق بالكامل الى نظام اقتصاد سوق مفتوح بدون دراسه. شنو خلى هاي البيئه، يعني خلى العراق جاذب للفساد؟ لأنه حقيقة هي القوانين اللي موجودة تسمح. إحنا لا نذكر، أول شيء شو اسمح، يعني أنا أقول لك روح بوق؟ لا طبعا، القوانين اللي موضوعة بالعراق موضوعة خلال فترة الثمانينات، سواء الإدارية أو قانون، القوانين واضحة وصريحة ولكن غير مفعلة بطريقة صحيحة. أنه اليوم طريقة تفعيلها وإدارتها والسيطرة على ومعرفة أنواع الفساد غير واضحة، غير ما زال نظام رقابي ضعيف معتمد على أساليب جدا قديمة. هذه الأنظمة أدت إلى ظهور الفاسدين وانتشارهم. اليوم إحنا نتكلم عن انتشار، ده تقول أجيال جديدة من الأشباح طبعاً. مثل ما وصفتهم فيروس الفساد. أنا